السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عصام من قناة تيبيس. سامحونا يا شباب على التأخير، لكن توها تخلص الاختبارات. الحمد لله، يعني الحمد لله طلعنا منها على خير وسلامة. يعطيكم ألف عافية على دعمكم المتواصل في الحلقات الماضية. شباب، اليوم جايب لعبة جديدة اسمها بندي أند ذا إنك ماشين. حلو. اللعبة عبارة عن خرشات، نظام يعني نظام يخضك، بس إنك يعني مو خوف بس انه يخضك، عرفت شلون؟ ف مو عارف والله وضع اللعبه ولا كيف ولا. فهذا الشابتر الاول، الشابتر الثاني ان شاء الله بس ينزل بنزلكم اياه باذن الله تعالى. في لعبتين ان شاء الله في الحلقات الجايه، انا مو عارف اصور بينهم. واحده اسمها مورتم، والثانيه عن فايف نايت ات فريدي، اللي هو المطور نفسه نزل لعبه جديده حقت تي جوك، تذكرونها؟ فنزل لعبة جديدة، فمو عارف بينهم. فبحط لكم، بترك لكم التصويت في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنت تبون مورتم ولا اللي هي تي جوك الجديدة. وبس خلونا ندخل على اللعبة ونشوف ايش وضع اللعبة. بسم الله. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. طيب شباب، شغلة بس أنا بهكم عليها، لا تنسوا تضيفونا على السناب والإنستغرام وتويتر بعد، لأن هناك بعض المرات أحط بعض يومياتي كذا، واللي حاب يشوف يومياتي أو حاب يكلمني هناك أو شيء حياكم الله. أنا موجود على طول. بس خلونا ندخل على اللعبة. بسم الله. أحس إن اللعبة من تأليف ميكي ماوس، صح ولا أنا غلطان؟ طيب اوكي، الاي يفتح. اوكي دريمز كم ترو، الاحلام تصير حقيقه. ودي اصدق بس قويه. الاصوات هذه مو كويسه والله. يا ابوي كله مقفل، شو السالفه؟ So this is the ink machine, huh? Wonder how you turn it on. والله أنا مثلك أتساءل. Turn on the machine. Okay. في شيء M N U B Y. Okay. أحس إن نرجع. لا. Okay. شو السالفة؟ سينما هنا. أنا مفلة. طيب انك بريشر، ماشي خلونا نطلع من هنا ونروح نشوف. كلام قفل، شو السالفة يا اخوي؟ شو البيت اللي كلام قفل يا اخوي؟ انا اذكر انه كان ميكي ماوس يضحك، ما كان كذا ميتين وحالتهم حالة. طيب ممكن تعطوني المرة الثانية fix the ink machine collect the needed objects. اها، بينا نجمع كتاب سكروب وترس وغاني. اها اوكي، اعتقد كيف حالك صديق كويس؟ Don't put this here. كيف حالك يا شباب؟ تهب هل اوكي؟ هذا اول شيء، بينا نجمع الأغراض اللي طالبها في الصور. فكان طالب سكروب وترس وكتاب وعلبة شو اسمه، حبر. طب خلينا نرجع نشوف، احنا جمعنا هنا الترس والإنك وال ايش بعد؟ اقول لك دور دور دور، خايف انه يطلع يخرشني خرشة ما لها داعي والله. ايش جمعنا الان؟ حلو، جمعنا الترس والسي دي والحبر، بقينا الدب والسكروب والكتاب. اوكي بسم الله. بسم الله عن والله من فتحة الباب خفت، من فتحة باب خفت.
هذا كيف لو طلع حلو؟ هذا الشكروب. هذا الدب. باقي الكتاب. اوكي ذاتس اول. على قلب. بس حرام عليكم والله تلعبون في ميكي ماوس من ضحك وفلة. وش ذا يا حبيبي؟ وش فاضي؟ وش السالفة يا اخوي؟ بدينا ملعنة حبيبي. حبيبي كيف حال انت صديق؟ كويس؟ في اصوات. ليه يا اخوي؟ وانا اسف. وين طيب؟ يعني من ميكي ماوس يضحك لا ميكي ماوس يلعب. يا اخوي النغمات هذه والله ما احبها والله. طب ليه ما تعدلون اللمبه اللي عندكم هنا؟ This will definitely come in handy. والله كمان هاندي مره. طيب ادخل. خلص على امي. مو كويس. هذه الاشياء مو كويسة. ها؟ هو في لها تشابتر ثاني اوكي؟ بس لسه ما نزل يعني. هم يقولون ان ما ادري متى هو نزل بس مو لأي واحد ينزل. عرفت كيف؟ لسه ما نزلوا على النت. نزلوا لناس واللي هم الكبار ذول نزلوا لهم اياه عشان يجربوه بعدين ينزل لنا احنا المبتدئين. بس لسه يعني ليش طيب؟ عندي والروتان اوكي بس يا اخوي ما عرفت اللي فيك حماس واخر شيء ما تلقى شيء. اخر شيء ما تلقى شيء. اوكي شو السالفة؟ انت شفت فيسك ذا؟ زي ما انتم شايفين هنا كان نهاية الحلقة. كانت نهاية اللعبة او الشابتر الاول من بندي. فلا تنسوا اللايك سبسكرايب الشير. وما توقعت بصراحة انها تنتهي بسرعة يعني. انا بصراحة مصدوم يعني. كان ما اخذت 15 دقائق. شو السالفة يا اخوي؟ ليس كان هذا نهاية الفيديو. فيديو ايش؟ نهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك سبسكرايب الشير. واتمنى منكم الدعم يعني. والله انتوا الله يسعدكم يا رب وتظلوا فوق رؤوسنا يعني. بصراحة لولا الله ثم انتوا احنا ولا شيء بصراحة. احنا مين؟ انا ولا شيء. المهم كان هذا نهاية المقطع. كان هذا نهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك سبسكرايب الشير. كان معكم عمرو وسام من قناة تي بي اس. بيس. تسجيل دخول يا اخوان. حبيت اطلع بالحلقه بس دائما يوسف تسجيل الدخول الخرافي. المشكله تظل يغطي عليه ما تشوفه.